احنا دلوقتي بيجي لنا ما بين متوسط لثلاث اربع كلاب يوميا، اللي بنسفره بره حوالي 20 كلب. فانت بالمعدل ده احنا بيجي لنا اكتر من 60 كلب تقريبا في متوسط شهري. طيب يلا خش جوه خش جوه. دول نيو كامر بس في اسبوع. احنا بنلاقي الكلاب بالصدفه في الشوارع، يعني في ناس من اصدقائنا او اللي عارفين الجمعيه تيجي تقول لك انا ماشيه في الشارع الفلاني لقيت كلب، اعمل ايه؟ اقول لها هاتيه صوريه وهاتيه. ما بنقدرش نسيبه لانه فعلا اللي بيحصل لهم في الشارع، لان دول كلاب منزليه مش متعوده اصلا على البيوت فوق ما انت متخيل. في ناس، ودي بنبقى احنا عارفين فعلا ان هم غير مقتدرين ماديا، ومع ظل ارتفاع الاسعار دلوقتي مش قادره تاكل عيالها، فمش قادره تاكل الكلاب، ودول بنحترمهم. لكن في ناس تانية معلش بيجيبوا الكلاب لعبه للعيال ارخص من الوي والاتاري والبلاي ستيشن. دول اللي هم بيتعالجوا تحت العلاج، بس نشكر ربنا يعني اغلبهم خف كتير عن الاول. احنا اعتمادنا الاساسي على التبرعات. بعد حرب اوكرانيا طبعا التبرعات دي وصلت لواحد من عشرة. في نفس الوقت ارتفاع الاسعار دلوقتي بقى بشع، احنا مش ملاحقين عليه. مثلا لو قلنا بند الاكل بس، احنا كنا بندفع 1400 جنيه او 1500 جنيه يومي في الاكل، احنا دلوقتي 4600 جنيه يومي في الاكل، بدون عيادات، بدون مرتبات عمال، كهرباء، ميه، بدون اي مصاريف. الشيلتر في وضع سيء جدا، خصوصا ان احنا لازم باسرع ما يكون ننتقل من المكان هنا ونأجر ارض جديده. دلوقتي عندنا حوالي 400-420 كلب محطوطين في مكان صغير، مديونين للعيادات، مديونين لبتوع الفراخ، مديونين للصيدلية، مديونين لكل حد. احنا مش عارفين نكمل ومش عارفين نقف، يعني احنا واقفين في مرحلة مش عارفين نعمل ايه.